السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب السادس الإعدادي فرع العلمي والأدبي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة اللغة العربية تربية التمارين اللغة العربية أسلوب التعجب الخاصة بالجزء الثاني حسب المنهج 2023 المنهج الجديد. عندنا احنا قبل نعطي فكرة بسيطة عن التعجب، التعجب يكون بطريقتين، يا اما طريقة قياسية او طريقة سماعية. الطريقة القياسية لازم على صيغة ما أفعله أو أفعل به، إنما الطريقة السماعية هو الموروث عن العرب اللي هو سماعي، وقد يكون فيا لك سماعي، على الهول سماعي، وأيضا مرات الاستفهام يخرج إلى السماعي بالاستفهام بكيف يخرج إلى الاستفهام المجازي. نجي هسه على التمرين الأول. التمرين الأول شوفوا، قال حافظ إبراهيم: أكرم بها زلة في العمر واحدة إن صح إنك فيها غير محمود. أكرم بها يعني على وزن أفعل به، صح؟ أول شيء لازم تنتبهون إنه هنا الفعل يكون ساكن، انتبهوا الفعل الماضي هنا يكون فعل ماضي، خرج يعني فعل ماضي ساكن، خرج للتعجب، يعني يكون إعرابه فعل ماضي مبني على السكون لإنشاء التعجب، زين؟ على صيغة الأمر. هذه السحب نحن أكرم بها، نكتبها جوا، خلينا نكتب جوا. أولا أكرم بها، أكرم آية أسلوب التعجب، صيغته قياسي، نوعه على يعني وزن أفعل به. العفو هنا هذا نوعه قياسي، والصيغة مالته أفعل به. ثانيا قال الرصافي: العلم كالنور بل أفضله، ما أفقر النور أن يشبه به. ما أفقر النور، ما أفقر النور، هنا شوفوا نوعه هنا أيضا قياسي، وعندي هنا وزن ما أفعل، ما أفعله، ما أفعل. الثالث قال ابن الرومي: فيا لك بحرا لم أجد فيه مشربا وإن كان غير واجدا فيه مسبحا. فيا لك، ثالثة هاي فيا لك هنا خرج للتسمع، عفوا سماعي، فيا لك، فيا لك سماعي، هذا نوعه سماعي. زين أجي قال الإيبوردي: وكيف تنام العين ملأ جفونها على هبوات أيقظت كل نائم. وكيف تنام، وكيف هنا رابعا هاي كيف التعجب، هنا نوع سماعي، هذا نسميه احنا الاستفهام المجازي اللي خرج إلى التعجب، الاستفهام المجازي اللي خرج للتعجب، خرج للتعجب. قال أبو دلامة: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين، هذه النقطة الخامسة هي ما أحسن الدين، هنا عندي هذا قياسي أيضا، قياسي على وزن ما أفعله، قياسي ما أفعله، وعندي أيضا هنا كلمة وأقبح، انتبهوا، وأقبح الكفر ايضا على وزن ما افعله، لان على اعتبار انه الماء حذفت هاي عاطفه، زين، واقبح الكفر، واقبح الكفر ايضا هذا قياسي لانه على وزن ما افعله، زين، ما افعله. يقول قال الشاعر رقم 6: قال الشاعر: خليلي ما احرى بذي اللب ان يرى صبورا ولكن لا سبيل الى الصبر. هنا نكتب هنا هذه ايضا هنا عندي شنو، خليلي ما احرى، اذا السادسه هي ما احرى ايضا قياسي على وزن ما افعل، قياسي على وزن ما افعله. هذا بالنسبه للتمرين الاول. نجي على التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول: تعجب من الافعال الاتي التاليه وبين السبب فيما يجوز التعجب منه مباشره وما لا يجوز التعجب منه. شوفوا الأولى، إحنا لو نرجع الأولى، الأولى شنية؟ تقهقر الوباء،
تقهقر الوباء هنا هذا الفعل. شوف الفعل تقهقر، تقهقر يعني 1 2 3 4 5، هذا خماسي. إذا احنا ما نتعجب من الخماسي بالصيغة القياسية، لازم نتعجب منه بواسطة. وأقول ما أسعد أن يتقهقر الوباء مثلا، ما أسعد أن يتقهقر الوباء، أو تقول أسعد بأن يتقهقر الوباء. كيفك، هذا صحيح وهذا صحيح، انت اي وحدة، بس لازم تنتبه هاي هنا ما تعجبية اسمية. اذا قال لي تعجب بجملة اسمية فاستخدم ما، اذا قال لي تعجب بجملة فعلية استخدم اسعد به، زين، يعني اخلي بالبداية الفعل. ثانيا يقول تكرم المرأة، ما اجمل هذا. دقيقة، احنا ما قلنا شنو السبب هنا، السبب قرحت مكانانه لان الفعل شنو هو؟ خماسي ليس ثلاثي. يقول ما اجمل ان تكرم المرأة، او نقول اجمل بان تكرم المرأة. كيف هنا ليش ما سوينا ايضا بواسطة؟ لان الفعل مبني للمجهول. شوفوا فعل مبني للمجهول، زين، لا ينجح المتهاون. ايش اقول؟ اقول يعني مثلا اقول ما اعدل ان لا ينجح المتهاون، او ما اجمل ان لا ينجح المتهاون. كيف ما اعدل ال لا، هيك تنكتب هذه لان تضغم، ان لا ينجح المتهاون، او اعدل بان لا ينجح المتهاون. نجي على الجملة اللي بعدها. هنا ليش ايضا استخدمنا واسطة؟ يلا، لانه الفعل منفي، لان الفعل منفي. رابعا يقول هلك المتطرفون. تقول اقول مثلا ما اجمل ان يهلك المتطرفون، ما اجمل أي يهلك المتطرفون، أو أجمل بأن يهلك المتطرفون، لأنهم صحيحات. والسبب أنه شوف هلك المتطرفون ليش لا يمكن؟ لأن الفعل غير قابل للتفاوت والمفاوضة. عندي الجملة الخامسة، تسامح المواطن العفو. أقول ما أجمل أن يتسامح المواطنون، أو ما أروع خيرا أروع أن يتسامح المواطنون، أو أقول أروع بأن يتسامح المواطنون. وهنا مو تنسون أعزائي الطلبة، هذا الفعل ليش تسامح بين فعل رباعي، لأن الفعل رباعي. نجي على بعد، شوف ايش عندنا بعد. عندنا اعتقد اي موجود، ظلت الأمية آفة. فمن اجي على النقطة السادسة، ظلت الأمية آفة، اقول ما اقسى
أو ما أصعب أن تظل الأمية آفة. زين، أو الجملة الثانية أقول أصعب بأن تظل الأمية آفة. وهنا أعزائي الطلبة هذا السبب، لأن الفعل ناقص، هي من أخوات كان، فإذا لأن الفعل ناقص، وإحنا قلنا لازم الفعل يكون تام. انتصر العراق، أقول ما أروع أو ما أجمل أن ينتصر العراق، أو أقول أجمل بأن ينتصر العراق. كيفك يعني؟ من صحيح هذا. هنا الفعل انتصر، انتصر ينتصر، شوفوا 1 2 3 4 5، لأن الفعل خماسي، لأن الفعل ليس ثلاثي، تقدر تكتب أو تقول لأن الفعل خماسي ما يصير. زرقت عينه، نقول ما أشد زرقت عينه، أو أجدد بزرقة عينه. وهنا لأن هذا الفعل، لأن الفعل على وصف، الفعل موصوف على وزن أفعل فعلاء، لأن الفعل موصوف على وزن أفعل فعلاء، ولازم يصير الفعل على وزن أفعل فعلاء، يدل على لون أو عين. نجي على السؤال الآخر اللي هو التمرين الآخر، يقول استخرج الأفعال التي تعجب منها بواسطة أو بغير واسطة الواردة في الجملة. ما أروع التسامح، هنا قياسي. ليش؟ لأنه أول شيء هنا التعجب أروع، شنو؟ ما أروع التعجب هنا شنو؟ واسطة؟ لا، قياسي بدون واسطة، بدون واسطة. السبب لأنه أول شيء ثلاثي، فعل ثلاثي، شيء ثاني تام، والشيء الثالث متصرف، والشيء الرابع مو نفي، ليس نفي، وأيضا ليس على وزن بعد مبني للمعلوم، المعلوم، وأيضا عندي شنو بعد؟ قابل للتفاوت، قابل للتفاوت، وأيضا إنه ليس الفعل على وصف، ليس الفعل على وصف أفعل فعلا. هذا يعني السبع. أكرم بالعراقيين، نفس الشيء، أكرم نفس هذا، مشابه لما قبله. ما أجمل أن يحافظ، أن يحافظ هنا الفعل رباعي، الفعل يست هنا بواسطة، يعني هذاك بدون واسطة هنا، لأن الفعل رباعي ما يصير أسوي من عنده. ما أقبح أن يتفرق، أيضا هنا لأن الفعل فرق، فعل رباعي لأن الفعل رباعي، أو تفرق خماسي لأن الفعل خماسي. أعظم بأن يصبح، هنا أيضا بواسطة لأن الفعل ناقص، لأن الفعل ليس تام، ناقص، لأن الفعل ناقص. أصعب بأن لا يطيع، أصعب بأن لا يطيع، هنا أيضا بأن لا يطيع لأنه نفي،
لأن الفعل منفي. وأكرم بأن تصاحب، هذا أكرم بأن تصاحب. هنا أيضا ليش خلينا بأن تصاحب من صاحب تصاحب؟ هنا الفعل كان السبب أنه لأن الفعل رباعي، صاحب لأن الفعل رباعي، هذا السبب اللي خلانا أنه نستخدم التعجب بواسطة. يقول هات جمل مفيدة على صيغة التعجب السماعية على شاكلة يا للعجب يا للروعة، نقدر نقول يا للهول أو يا للداهية، هذه يعني اللي عندنا منها. لله دره قائدا، لله دره شاعر، لله درها، لله درها، أو لله دره شجاعا مثلا. يعني سبحان الذي يحيي الموتى، سبحان الله تقدر تقول، أو سبحانك، سبحانك الله، وسبحانك اللهم، أو سبحان الله عظيم الخلق، عظيم الخالق، أي شيء تقول. أشرب أخوك، أشرب أخي عطشان، كيف تنجح وأنت غافل واجباتك؟ هنا استفهام اللي خرج المجازي، وأقول مثلا كيف تفعل ذلك وأنت إنسان محترم، مثلا كيف تفعل ذلك وأنت إنسان محترم، أو تقولون مثلا من الآية الكريمة كيف تكفرون بالله، هاي أيضا تعجب. يا لك من طالب جاد، يا لك من ساعة إلى الخير، أي شيء أقول له يا لك من فارس، يا لك من فارس، يا لك من مقاتل، يا لك من شجاع، أي شيء تخلون به يا لك في البداية. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال اللي بعده، اللي هو يقول ورد في الدعاء المأثور سبحانك اللهم وحنانيك، سبحانك اللهم وتعاليك، سبحانك اللهم والعز إزارك. أنا راح استخرج اسلوب التعجب وبين الصيغة، هذا سماعي، سماعي زين، أيضا هذا سماعي، سبحانك، سبحانك أيضا سماعي، سبحانك هذا أيضا سماعي زين. زين والعظمة رداءك، سبحانك أيضا هذا سماعي صح، اللهم سلطانك وسبحانك أيضا هذا سماعي، كلهن سماعي. ما أعظمك هذا، أعظمك هذا قياسي، قياسي هذا قياسي زين. علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون حب الوطن وكيف لا، وهو الذي قال عنه ما عن مكة المكرمة ما أطيبك، هذه قياسي زين. من بلد وأحبك أيضا قياسي، ولولا أن قومي أخرجوني، الصيغ اللي يعني الصيغ اللي خرج منها سماعي وعلى صيغ قياسي، منك سكنت وغيره، فهذا الحديث هذا على وزن خاف، يقول ما أفعله هاي أفعل به، فهذا الحديث الشريف الذي تقول محب العميق حنيني له، فما أغلاك، أغلاك أيضا هذا قياسي، وبعد عندي أحبك أيضا قياسي، أيها الوطن الذي أشهد فيه أجمل صباحاتي وأصبح على شعة الشمس التي تغمر أراضي وساتي. شوفوا هاي أجمل، مو أجمل، لو أجمل عليها سكون، لو هاي عليها سكون يصير تعجب، انتبهوا، لو عليها سكون يصير تعجب، هاي فتح فعل ماضي زين. نجي على السؤال اللي بعده اللي هو الإعراب، قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع دائما، شوفوا شلون أعرفها، أسمع، أسمع بهم، خلينا نعرف أسمع، أسمع نعرفها بهذه الصيغة، فعل ماض جامد
على صيغة الأمر. العفو فعل ماضي مبني على صيغة الأمر، مبني على صيغة الأمر، مبني على السكون، مبني على السكون، مبني على صيغة السكون بسهل. يقول فعل ماضي جاء على صيغة الأمر. أعزائي هنا أنا تأكدت من الكتاب لأن ما حافظ بصراحة الصيغة. أنا نقول جاء على صيغة الأمر، نقول جاء على صيغة الأمر، جاء على صيغة الأمر مبني على السكون. زين، مبني على السكون لإنشاء التعجب، لإنشاء التعجب. بهم الباء حرف جر، والهاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. بالمناسبة الباء حرف جر زائد، انتبهوا، حرف زائد في محل رفع فاعل لكلمة الهاء اللي هي معناها هم، اللي هي هم معناها هم، معناها هم الانتهاء ما يخربط. وهم ضمير متصل في محل رفع فاعل هم. زين، قال جميل بثينة: وتثاقلت لما رأت كلفي بها، أحببت إلي بذاك من تثاقل. أحببت ثانيا، أحببت إلي، أحببت شنو؟ أيضا فعل ماضي، فعل ماضي جاء على صيغة التعجب. أحبب مو أحبب، لما كلفي بي أحبب إلي. مبني على السكون لإنشاء التعجب، إلى حرف جر، إلى حرف جر وهو مضاف، حرف جر والياء ضمير متصل في محل جر. زين، ما أحسن المصطلح؟ ما شلون نعرفها؟ ما نعرفها بهذه الصيغة، ما تعجبية مبنية على السكون، تعجبية مبنية على السكون في محل رفع فاعل مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. وأحسن فعل ماضي، فعل ماضي لإنشاء التعجب، التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو هو. المصطاف مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة،
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وجملة أحسن المصطاف، أحسن المصطاف، جملة أحسن المصطاف، هاي الجملة، جملة أحسن المصطاف، جملة أحسن المصطاف، في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، لأن إحنا قلنا ما مبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ. هذا بالنسبة لكل ما موجود. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.